أعداد كبيرة من المراجعين تتوافد اليوم إلى مجمع لوجنيكي الرياضي الذي خصصت السلطات جناحاً منه لتطعيم المواطنين الأجانب. يعمل هنا 25 طبيباً و99 ممرضاً ونحو 200 موظف ومنظم. هنا يمكن تلقيح ما يصل إلى 15,000 شخص يومياً، أي أنه في غضون شهر ونصف في لوجنيكي وحده يمكن تلقيح جميع الأجانب الذين يقيمون في موسكو. في لوجنيكي يستقبل المراجعين متطوعون يساعدونهم في كل خطوة، من تعبئة الاستبيانات الخاصة مروراً بدفع فاتورة المعاينة، فكشف الطبيب على المراجع، وصولاً إلى أخذ اللقاح. أنا أقف في الطابور من أجل الاستشارة الطبية، وسير العملية ميسر ولا يوجد أي عوائق. أخذت اللقاح الآن بعد أن انتظرت دوري طويلا، لكنني الآن سعيد. يتم تطعيم الأجانب بلقاح سبوتنيك لايت ذي الجرعة الواحدة بسعر مقبول يبلغ 1300 روبل، أي ما يعادل حوالي 17 دولارا. إن كنت أجنبياً في موسكو لا تقلق، لك أيضاً نصيب في اللقاح. في العاصمة الروسية افتتح 22 مركزاً إضافياً للتطعيم، وها نحن نأخذ اللقاح في أكبر هذه المراكز. بعد أخذه الجرعة يمنح المراجع شهادة التطعيم، كما يتلقى رسالة نصية في هاتفه، وبعد 3 أسابيع يتم تفعيل رمز الاستجابة السريعة QR code الذي يسهل كثيراً حياته اليومية. يارا حسن، موسكو، الميادين.